إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جعل الله جل جلاله أصل الدين وأصل الإيمان تعظيم الله، وهذا الأمر تحصيله سبب لدخول الجنان وإن كانت الأعمال قليلة، والمساس به سبب لدخول النيران وإن كانت الأعمال كثيرة. إبليس أيها الحبة في الله كان من أعبد المخلوقات كما يعلم أغلبكم. قبل خلق آدم إبليس كان كثير السجود، كثير الركوع، كثير التسبيح، كثير العبادة. مشكلته التي بسببها طرد وأخرج من رحمة الله، قالها الله جل جلاله في القرآن الكريم، قال: إنه لا يؤمن بالله العظيم. هو يؤمن بأن الله خالق، وأن الله مالك، وأن الله جل جلاله عزيز. قال: فبعزتك، الشيطان يقسم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقسم بعزة الله. طب شو مشكلة إبليس؟ ما الذي أخرجه وطرده من رحمة الله؟ أنه مس بموضوع العظمة، موضوع التعظيم لله جل جلاله. بالمقابل، الرجل الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، رجل أسرف على نفسه في المعاصي، وعندما جاء وقت الوفاة قال لأولاده: إذا مت فاحرقوني، بعدين تضربوني بصير مثل الرماد، وترموني في الهواء، في البر، في البحر. قالوا: يا أبتي، لما هكذا؟ ليش تحرق حالك؟ فقال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني. يعني هو أخطأ بصفة القدرة، صفة القدرة. قال: لئن قدر الله علي، يعني هو بكلامه والعياذ بالله يقول الله بهذه الطريقة لن يقدر علي. بس ما الذي دفعه لهذا الكلام؟ الآن سنرى عندما ستكون يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى للبحر: يا بحر اجمع ما فيك، للبر: يا بر اجمع ما فيك، ثم يقول له: كن فيكون، واقف بين يديه. قال جل جلاله: عبدي، لما فعلت هكذا؟ انت ليش حرقت حالك؟ فيقول هذا العبد: ربي، خوفي منك، بس أنا خايف. بس عظم الله، خاف الله. قال الله جل جلاله: عبدي، بخوفك مني غفرت لك، أدخله الجنة. الأول عابد،
بس مس بموضوع التعظيم لله طرد من رحمة. الثاني مسرف على نفسه بالمعاصي عظم الله فدخل الجنة. لذلك يقال أن الفضيل بن عياض من كبار أئمة الزاهدين والعابدين، ما الذي حوله من إنسان مسرف على نفسه بالمعاصي؟ كان مرة ماشي بالطريق شاف ورقة مكتوب عليه الله، بس وقع بالأرض غبار ووسخ وماء، فتحركت عنده تعظيم الله، اسم الله على الأرض، هو عاصي ما تارك شيء غير عامله، سمع عن الله، رأى شيء يتعلق بالله فغضب، أخذها طهرها نظفها عطرها وجعلها في داري في مكان مرتفع، ونام هو عم يبكي بس هو من شوية كان عم يعمل معاصي، لكنه عظم الله. رأى في الرؤيا أن مناديا يقول له عبدي عظمت اسمي ورفعت اسمي لأرفعن اسمك. قام متأثر في هذه الرؤية، ذهب للمسجد، صلى الفجر، إذا بالإمام يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبدأت رحلة التوبة. إيش كانت البداية يا إخواني؟ تعظيم الله. الحرب بين الحق والباطل قائمة منذ خلق الله السماوات والأرض، وستبقى كذلك إلى قيام الساعة. من وسائل حرب الباطل على الحق وأهل الحق، اسمع جيدا أخي الحبيب، إسقاط الهيبة لله، إسقاط التعظيم لله في قلوب المسلمين والمؤمنين والملتزمين والمصلين. ليك عم تصلي؟ دي من وسائل، من مداخلهم، من مداخل شياطين الإنس والجن علينا، على شبابنا. لا، ما منلك تترك الصلاة وتترك المساجد وتترك دينك، خليك. بس كيف المدخل؟ إذا سمعت أحداً يتكلم بسخرية عن الله، آياته، رسوله، أهل العلم، المساجد، الملتزمين، ما بأسر من رئة، خاصة إذا كان بجو ضحك ومزح، ما تعادوها كمان كتير، ما نضيق كتير. إذا سقطت الهيبة للدين وأهل الدين وما يتعلق بالدين، بعدين بتبدأ عقد الإسلام وعرى الإسلام تنحل عروة عروة، لأن اللي ماسك الدين كل الدين عروة، اسمها عروة التعظيم. بتلاقي سابقاً حتى عاصي ما مر على المسجد بس كل حياته بعيد، إذا بيسمع شيء عن الله بوطي راسه، بيحترم، ما بيجاوب، لأن للأسف ترى بعض من في المساجد إلا من رحم الله، إذا بتحكيه عن شيء هو ما قدر يعمله، بده يتفلسف وبده يرد وبده يجاوب وبده يستهزئ. لذلك أيها الحبة في الله، هذا مدخل عظيم على شبابنا اليوم. والله جل جلاله بيّن لنا قصة عظيمة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها في سورة عظيمة من شدتها لم تفتتح بالبسملة، وهي سورة توبة. سماها آل العلم الفاضحة، فتحة الخفايا، فتحة المنافقين. كان النبي عليه السلام عائد من تبوك، مسافة طويلة، وقت طويل، تعبانين، عائدين مدة طويلة، فتكلم بعض المنافقين عن القراء. مين القراء؟ يعني أبي بن كعب. لقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال له أبي سماني الله؟ الله سماني؟ وصار يبكي أبي ابن مسعود اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسمع القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ابن مسعود. أبي بن كعب كبار القراء، اللي ما في واحد حافظ إلا بسنده، تطلع بالسنه بتلاقي ابن مسعود وأبي كبار الصحابة. فاجتمع بعض المنافقين وقعدوا يتكلموا عن قراء القرآن، قالوا بصراحة هؤلاء الناس ما رأيناهم أرغب بطوناً، يعني عند الأكل أول الناس، وأكذب لساناً، وإذا حكوا حكوا يمين وشمال. قال في آخرها وأجبن عند اللقاء، ما رأينا مثلهم أرغب بطوناً ولا أكذب لساناً ولا أجبن عند اللقاء تعظيماً لأهل الدين والمساس بأهل الدين،
نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أوقف النبي الجيش وقرأ عليهم ما نزل عليه، ولئن سألتهم ليقولن ليش حكيتوا هيك؟ شو السبب استهزأت؟ قال يا شيخ عم نضحك عم نمزح، والله ما أظن شيء، ما إحنا ما أظن الاستهزاء. ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا له بنعذر يا رسول الله. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أكبر، لهذه درجة الموضوع شديد. رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة، الرحمن الرحيم جل جلاله ينزل آيات على الرحيم بالأمة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هذه الشدة؟ قال لأن الموضوع من خطورته أنه مفتاح. هذا باب يا حبيبي بس يستهزئ الإنسان، بس يصير عنده سهل يستهزئ بالدين، بس يصير عنده سهل يكون قاعد بمجمع وحدا يتكلم عن الدين بده يستهزئ بالدين وببعض الأحكام وببعض الشرائع وببعض حتى السنن، فبتفتح معه من باب إلى باب إلى باب قد يخرج فيه من الإسلام. ألا يعلم من خلق جل جلاله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جاءوا يمسكون بخطام ناقة النبي عليه السلام يبكون، يا رسول الله يا رسول الله نعتذر. حتى في بعض روايات التفسير يجر الواحد منهم أحده على الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب يده ويأخذ بخطام الناقة يقول لا تعتذروا، ممنوع تتكلم عن حد من أهل الدين أو شيء في الدين أو في القرآن ولو بالاستهزاء أو بالمزاح، هذا أمر خطير، هذا يجر ما بعده. ذلك اللي بيتأمل وسائل الباطل ما يبثونه في وسائل التواصل والإعلام، البحث عن عيوب أهل الدين وبثها بين الناس، وشبابنا للأسف إيش بتعمل؟ هو فاضي أو ما عنده ضوابط، قاعد فاضي، تعليقات تعليقات تعليقات، إيه مزبوط وهيك صح وهيك خطأ، هو لا يعرف من هذا ولا ذاك شيئاً. لذلك الكلام في هذه الأمور أيها الحبة في الله الأصل فيه التوقف، هذا موضوع حساس، كل ما يتعلق بعظمة الله أمر خطير. ولو عم يتكلم واحد بالدين، مر الإمام أحمد كما يحدث ابنه عبد الله يقول كنت مارا مع أبي وكان يمسك بيدي، قال فمر على قصاص، القصاصين في ذلك الزمان يعني اللي بيتكلموا بالقصص لكن ليس عندهم علم، فكان يريد أن يرغب الناس في قيام الليل فتكلم عن حديث النزول، ثم بدأ يتكلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وبدأ يتكلم بتفصيل عن النزول أنه انتقال من مكان إلى مكان، وبدأ يشبه الله بخلقه، غضب الإمام أحمد فيقول عبد الله فأخذ بيدي وشد على يدي ثم وقف أمامه وقال يا هذا كف عن هذا. فوالله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا تتكلم أكثر من هذا. وكلنا يعلم قصة الإمام مالك المروية عنده بأكثر من رواية، عندما كان في مجلس علم ثم دخل عليه رجل صاحب بدعة فقال له يا مالك إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب الإمام مالك أخفق رأسه نزل منه العرق تضايق، لأنه يعلم أن هذا يريد فتنة، أنت تتكلم عن الله؟ فنظر إليه وقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوه فإنه صاحب بدعة. ما تتكلم في مثل هذه الأمور التي فيها تقليل لتعظيم الملك جل جلاله. لذلك أيها الحبة في الله الذي يتأمل بأحوال هؤلاء الناس الذين يستهزئون بالدين وأهل الدين، ما سبب هذا؟
السبب الأول الكره. شو يعني الكره؟ علم أن الدين أمره بأوامر هو ما قدر يطبقها، فكره المصدر اللي أمره به الأوامر. اللوط، آل لوط ماذا فعلوا؟ قوم لوط ماذا فعلوا بلوط ومن معه عليه السلام؟ شو مشكلة سيدنا لوط عليه السلام عندما قال أخرجوا آل لوط من قريتكم؟ شو مشكلتهم؟ شو ذنبهم؟ قال إنهم أناس يتطهرون. شي اللي عم تطلبوا منا ما قدرين نعمله، فنبغضك، نستهزئ بك. فعندما يكون الواحد في مكان ويسمع أمراً من الأوامر لا يستطيع أن يطبقه، حتى يتهرب منه ويتملص من هذا الحكم يستهزئ فيه. أنت ما قدرت تحجبي، ما قدرت تستهزئ بالحجاب. أنت ما قدرت تطلق اللحية، ما تستهزئ باللحية. أنت ما قدرت تزكي، ما تستهزئ بالزكاة. أنت ما قدرت تجي على المسجد، ما تستهزئ بالمساجد وأهل المساجد. عدم قدرتك اعترف، قل يا رب أنا أخافك وأنا أحبك لكني ضعيف، قد يغفر لك. السبب الثاني أحبابنا في الله الذي يدفع الناس للاستهزاء، الكبر. هنالك كثير من الناس في خاصة، نسأل الله العفو والعافية، من فتحت عليهم الأموال والدنيا وأهل الدثور والمناصب، كثير منهم إذا سئل، حتى منهم بعضهم يصلي، ليش بتجعل المساجد بتصلي من المساجد؟ يا عمي اللي بيصلوا بالمساجد مش ضابطه، انا واقف معهم وحده، انا بصلي بس بقصري، بمملكتي، بغرفتي، بمكاني. يرى نفسه اعلى من غيره، يرى اهل الدين والملتزمين اقل قيمه، فالكبر يدفعه للاستهزاء. فرعون كيف استهزأ بموسى؟ قال ام انا خير من هذا الذي هو مهين؟ عم بتشبهوني بموسى؟ هو بده يجي يحكيني ويدعيني لدينه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ عم يستهزئ فيه، ما بيعرف يحكي. سيدنا موسى عليه السلام عندما كان صغيرا أخذ جمرة فوضعها على لسانه، فصارت بعض الأحرف عنده تغيرت، فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ما بيعرف يتكلم. ما الذي دفعه للاستهزاء؟ السخرية. السبب الثالث يا أحبابنا في الله لاستهزاء البعض، التقليد الأعمى للغرب. الغرب يا أخواني عندما رأوا الدين نهب الأموال وسرق الثورات والثروات، ماذا فعل؟ ماذا فعل الناس بهذا الدين؟ بدأوا يستهزئوا به. لذلك الآن في كثير من دول أوروبا وأمريكا، إذا أردت أن تظهر شعائر النصرانية في بيتك أو في الكنيسة، فأطلقوا شعارات الحرية للكلام عن الأديان بما تشاء، بما تشاء. فنحن نأخذ منهم ما فعلوا تقليداً أعمى، ديننا العظيم الذي شرفنا الله جل جلاله به. والسبب الرابع الحبة في الله والأخير، الأموال التي تضخ للمساس بأهل الدين في جمعيات يا أخواني، بالأسماء موجودة، الأموال بالأرقام، تقارير بالأرقام، كم من أموال تأتي لدعم جمعيات وصفحات على وسائل التواصل لتتبع أهل الدين وثغرات أهل الدين، لنشرها لتبغيض الناس بالدين وبأهل الدين. لما؟ كما قلت لكم، لأنه إذا سقطت هيبة الإسلام وهيبة الدين عند المؤمنين لها بعد ذلك ما بعدها. ماذا نفعل وكيف نواجه هذا؟ نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ورد في بعض التفسير في الآية التي بعد الآية التي نزلت في تبوك في سورة التوبة، قال جل جلاله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ورد في تفسيرها أن الله جل جلاله ذكر من سمع الكلام من حضر المجلس ولم ينهى عن ذلك. وفي تبوك
عندما تأخر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن المعركة وذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كعب؟ فقام رجل وقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه. فقام له سيدنا معاذ رضي الله عنه وأسكته، قال ويحك، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. لذلك الأمر الأول، أنت في مجتمعك، في بيئتك، في بيتك، في عملك، في المكان الذي تكون فيه، الواجب الأول عليك أن لا تماري ولا تجاري من يمس بشيء من الدين. قال لك جل جلاله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إيش العمل يا ربي؟ فأعرض عنهم، جلوسك يجعلك مثلهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، إذا نسيت وجلست مرة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا ترجع لذلك، هذا أضعف الإيمان. الخطوة الثانية، لابد أن تنهى وأن تبين. وأنا طبعاً يا إخواني في الله، هذا الكلام الذي ذكرته ليس دعوة لكم لأن تطلقوا الأحكام على الناس. نصير نروح إذا حدا أمامنا أخطأ بشيء يتعلق بالدين ما نقول له أنت كافر، كيف؟ كيف عم كفرني؟ قال أنا كنت في المسجد وسمعت الشيخ عم يخطب خطبة الجمعة يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن هذه الآية عندما نزلت بهؤلاء المنافقين هذه حالة بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم لهؤلاء الناس لأنهم منافقون، واستنبط العلماء منها أن هذا الفعل قد يؤدي بصاحبه للكفر، لكن الذي استهزأ بشيء لابد أن يراجع ويجلس معه ويبين له الحكم. فليس مقصود الخطبة أن تقوم وتخرج لتكفر الناس، بل نحن ندعو الجميع ممن وقع في هذا. الحادثة التي رآها وسمعها الجميع من ذلك الشاب الذي نسأل الله تعالى له الهداية، الذي كان في مكان يريد أن يضحك الناس وذكر بعض صور القرآن الكريم، نسأل الله له الهداية وأن يجلس معه، وأنا أدعو من على هذا المنبر أن نجلس معه وأن نبين له، لأن الأمة فيها الخير والذي يدفع أغلب هؤلاء الجهل. لم أجلس معه، ولكن أظن أنك لو جلست معه أو مع أمثاله لقال لك أنا لا أدري، والله ما أعرف، أريد أن أضحك الناس، أنا شغلت ضحك. هذا موضوع آخر، موضوع أن الأم يكون شغلت التضحيك، أو شباب الأم يكون شغلتهم يقعدوا يسمعوا حد يضحكهم، هذا موضوع آخر بده خطبة أخرى. هل أوقاتنا وشبابنا بالذات، شبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا، أوقاتهم ومقصودهم في الدنيا يقعدوا يحضروا برامج يضحكوا؟ هذا مرادنا ومقصودنا؟ ولو جئت للواحد منهم وأعطيته المصحف وقلت له اقرأ لي صفحة من وسط القرآن لأخطأ والله أكثر من 50 خطأ، وغير ذلك من ضعفنا بديننا، هذا موضوع آخر. لكن هؤلاء أغلبهم الدافع لهم لقيام بهذا ليس كفرهم، إنما جهلهم وضعف إيمانهم، وأننا قصرنا معهم ولم نذهب إليهم. والله يا إخواني، ويعني من أكرمه الله تعالى ومشى في ميدان الدعوة في الجولات والزيارات والخروجات، والله الذي لا إله إلا هو، سترى أن السواد الأعظم ممن هو في بعد عن الله قلبه من أطيب القلوب، لكنه يحتاج من يأخذ بيده إلى الله. ولعلي ذكرت لإخواني في مجلس الأحد الماضي اللقاءات المتكررة التي جلسناها مع أخينا الذي نسأل الله تعالى له الثبات، أدهم النابلسي، في رحلتنا الدعوية التي أكرمنا الله بها في الأردن، تسمع كلاماً منه ومن بعض المشاهير تستغرب، تقول هذا معقول من المشاهير؟ معقول هذا الرجل من كبار المطربين وعنده هذا القلب الطيب؟ كم من هؤلاء أصحاب قلوب طيبة لكن تركناهم. عندنا
شدة صعوبة في الزيارات. أنا أعدني ممكن عم بتكلم الآن مع الملتزمين مع أبناء المساجد، أعدني أشهر وسنين بالمسجد ما عندي مشكلة، ممكن أقعد وإسمع وإسمع وصلي، بس طلعني لبرا عند هؤلاء الناس صعب. حتى مرورنا بينهم ونظرنا إليهم بيتأثى يا إخواني في الله الإنسان الآخر من نظرة القلب إليه. كم من هؤلاء عندما سلمنا عليهم وذهبنا إليهم قال يا عمي إحنا كتير ملتزمين، مروا من أمامنا وسلموا وما سلموا علينا، ما اطلعوا فينا، وإذا اطلعوا فينا اطلعوا فينا بنظرة ازدراء. فطبيعي شو بده ينشأ عنده؟ بده يصير يستهزئ، بده يصير إذا شاف رجل ملتزم خرج نبعيد بده يصير يضحكوا فيما بينهم. فعلهم خطأ، مصيبة كبيرة كما ذكرنا في الخطبة، لكن أنا أروح لعندهم ما بأثر. أذهبوا إليهم، تكلموا معهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيها الحبة في الله، أن دعوة عدم الكلام بهذا الموضوع، وأن هذا الموضوع من التجديد دعوة باطلة، بل هي من التمييع. وأنا أضرب لك مثالا بسيطا تحل به هذه الإشكالات. لو كان الذي تكلم بسخرية تكلم عن أمك، أبيك، زوجتك، أو تكلم عن مسؤول أو رئيس أو وزير أو نائب أو قائد عند هذا أو ذاك، كيف سيكون حال الناس وحال البلد؟ ألن تقوم الدنيا ولن تقعد؟ أما يتكلم بشيء عن الله أو عن آيات الله فصار الرد على ذلك بالرد المنطقي والعلمي والأدبي ليس بنفس الطريقة، صار هذا تشدد؟ لا، بل هو عين الدين وعين الغيرة. وأخيراً أيها الحبة في الله، كل ما يحدث من مثل هذه الأحداث تدفعنا للعودة إلى ربنا والعودة إلى كلام الله. سورة البقرة التي ذكرت في هذه أو في هذا المشهد، هل تعلم قدرها؟ هل تعلم كم قصرنا معها؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أن أخذها بركة؟ تعرف يا إخواني قديش في ناس إجت لعنا، وعند كثير من أهل الدين اللي قال أنا مريض، واللي قال أنا تعبان، واللي قال أنا متضايق، واللي قال أنا علي ديون، واللي قال أنا حاسس بعين، واللي حاسس بمس، ولا ولا، طلبنا منه أن يقرأ سورة البقرة، قام بعد سورة البقرة قال يا شيخ شو هذا سحر؟ شيخ راح اللي كان بداخلي، حاسس بضيق، قرأت البقرة راح كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني بطلة السحرة ما بيقدر سورة البقرة، وبالذات منها آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم لأبي المنذر يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر أنت رجل عالم، لأنك تعلم أن أعظم آية في سورة البقرة آية الكرسي. فنسأل الله تعالى أن يجعل ما حصل سبباً لعودتنا نحن للقرآن الكريم عموماً ولسورة البقرة وآية الكرسي خصوصاً، وأن يكتب لأخينا الهداية ولكل من يقع في هذه المعصية، وأن يحفظ مجتمعنا من الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعدنا لكتابك، اللهم لا تجعلنا ممن هجر كتابك، اللهم علقنا بالقرآن تلاوة وفهما وتدبرا وحفظا وتبليغا وتطبيقا يا رب العالمين. اللهم أخرج من ظهرانينا ومن بيننا ومن مساجدنا وبيوتنا أشبال القرآن، أبناء القرآن وبنات القرآن، واجعلنا خدما لكتابك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.